كفى وسلام على العباد الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والرحمة. أما بعد، ربنا زدنا من رحماتك وزدنا من خيراتك وعمنا برضاك وابعدنا تماما عن سخطك. آمين يا رب العالمين. أما بعد، نتناول اليوم إن شاء الله آيتين من سورة الروم، آية 48 و49. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل لمبلسين. وآية ثالثة، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن في ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إذا بفضل رحمة الله وعنايته وإذنه، أهل العقول الراجحة لا يصل من روح الله. أما عامة الأمم عبر التاريخ فكلما داهم عليها خطر إلا يأست من روع الرحمة، وهذا لا يجوز بحق سبحانه وتعالى، لأنه الإنسان دائما في حاضر مع المخلوقات، ورب يجعل رحمته وسعت كل شيء. إذا لا إذن ولا وجه من وجوه العقل يسمح لنا بأن نيأس من روح الله، ولا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهل الشيء وراء الشيء، صلوات إجابة تأتي من بعدها، صلوات خير وخير روحي ونفسي وعقلي واجتماعي وبدني والمجر، لابد أن نعلم أن الالترنوس هذه الشيء وبعد شيء مناقض هي من سنة الله، ولكن مش يختبرنا حسب ناس وان يتركون يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أبدا. عاد نرجع للآيات الثلاث. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاب، يعني الرياح هي اللي تدخل في إيجاد السحب الثقال، عموما بالرحمة بالماء اللي هو أساس الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. بعض الأحيان يأتي السحاب بعذاب أليم، يجب يكون كما أبرى كيف دمر، يجب يكون طير أبابيل، يعني هي في وسط السحاب حتى لا ترى، ولا ترى ليزداد العذاب. ولا الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء، شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف يوزع خيراته، ولا ما عاش من سحاب بسيطة يوزع باش المطر ينزل يبعد الحياة في مساعة كبيرة بفضل الله تعالى وسره. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، أي قطعة فترة لطقة، أي الماء لونتي دو بلوي، يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وقت يرجع عنصر الحياة وهو الماء من السماء بإذن رب السماء والأرض، يعني يوليو مستبشرين وينساو عهودهم، ينساو كيفاش كانوا يتمناو على الله باش يقبلهم، باش يجيب لهم المطر. بعد هذا يكون ابتداء منه، احنا اغلب الاحيان احنا اسلامنا ضعيف، وقت اللي معناها تليق من السبل، يا الله يا الله ليل ونهار صغار وكبار ونساء ورجال، لكن مراتك المعنى هذيك الناس ينساو ما وعد الله به، يعني النظر نتاعهم نتاعهم في المعنى. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل، يعني وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل، نشوف قبل وقبل، يركز يا ربي أكل الحالة النفسية المنهارة، يعني مؤثرة ياسر، هي قبل خيرات المولى، هي قبل من رحمة المولى سبحانه وتعالى بالسماء. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل إلى مبلسين،
المفلس هو شكون؟ هو الانسان اللي استولى عليه ابليس فانساه ذكر الله، ولا استولى عليه الشيطان فيأس من روح الله. فانظر، وهذا امر ليس خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، لكن بكل اصحاب العقول النيره. فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها، وكنايه على ان الله يبعث الموت للناس وللطبيعه، ثم تاتي حياه ثانيه، لكن على وجه اخر هي مقبل فيها الذين من بعثوا بالحياه مقبل فيها على يوم عظيم. فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها، ان ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بالحق، فلا يشك. السلام على من اتبع الهدى.